مثلا تخدم واحد 10 14 زوايد 13 زوايد 15 شغل مثلا يجب يكون عندك ترونسفو يحمل الشارج هذاك تفهم فيه ولا مثلا هما ياكلوا كورون عندك شارج فيه 30 كيلووات الصوم تاعو يلزم ترونسفو عندك يحمل الشارج 30 كيلووات ابار موتور بيلوت الواحد يلزم الشارج يحمل 30 كيلووات به لكن البوسونس نتاع الموتور بيلوت مش الصوم تاعهم كل شارج لا تمشي على الماكس بوسونس مثلا انت عندك 3 10 شوفو وواحد 15 شوفو تمشي على الماكس بوسونس تحصل موتور بيلوت ايتيغال او سي الماكس بوسونس مثلا حتى كان شوفو يخدمك لكن احنا نعملو ازيد شوي نعملو 20 شوفو مثلا نمشي على الماكس بوسونس على اكبر بوسونس فيه نحسب عليه موتور بيلوت مثلا ماكس بوسونس 30 شوفو نولي انا نعمل 2 موتور بيلوت 21 و 15